بسم الله الرحمن الرحيم. جامعة الدمام عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، وكالة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، مادة النظام الاجتماعي في الإسلام. معكم الدكتور صالح بن سليمان الضلعان. نحمد الله عز وجل ونشكره، ونحمد الله عز وجل كثيرا على ما أنعم الله عز وجل به علينا. تحدثنا في محاضرات سبقت عن أهم المشكلات الاجتماعية وسبل الوقاية منها. تحدثنا أول المشكلات التي تحدثنا عنها، وهي مشكلة انحراف بعض الشباب، وهي وكما تعلمون يعني هو في صفحة 83 نتحدث الآن، يعني الشباب هم مصدر القوة للمجتمعات، فهم بإذن الله يعني بإرادتهم الجادة بعد توفيق الله عز وجل تتحقق الطموحات. ذكرنا من أنواع وصور انحراف الشباب انحراف فكري، وكذلك انحراف سلوكي. وذكرنا الانحراف الفكري وهو أخطر أنواع الانحراف، يعني هناك انحراف الفكري وهناك انحراف سلوكي. الانحراف الفكري ذكرنا بعض الأمور المتعلقة بالانحراف الفكري، وهو كالعلمانية والقومية، وكذلك الخروج من هذا الدين ببعض الشبهات أو بعض التغريدات الآن المنتشرة. تجد الإنسان يقول كلام لا يثمن هذا الكلام الذي يقوله ويخرج من هذا الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما كانوا في الغزوة وكان معه بعض المنافقين، قال بعضهم أن هؤلاء أرغبوا بطونا وأجبنوا عند اللقاء، فأنزل الله عز وجل لا تعتذر قد كفرتم بعد إيمانكم، عن المنافقين. ولذلك الإنسان كلمة لا يلقي لها بالا تلقي به في النار 70 خريفا وتلقي به في النار. ولذلك على المسلم يكون حريصا على الكلام الذي يتحدث فيه. ولذلك الانحراف الفكري خطير جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي عليه. ولهذا لما أتى بعض الصحابة وجدوا أن عباداتهم قليلة وأن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فماذا قالوا؟ قالوا خلاص نحن الآن لا نصوم ولا نفطر ولا نتزوج النساء ونقوم الليل ولا نرقد. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالوا أنني تراني أتزوج النساء وأقوم وأفطر وأقوم وأرقد. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج هذه الأمور، بل يغضب عليه الصلاة والسلام. فمن الأمور أن النبي عمر رضي الله عنه لما أخذ بعض الصحائف من اليهودية وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم صحف أخذ من يهود بني قريظة، تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل عليه عمر رضي الله عنه؟ قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فسري عنه عليه الصلاة والسلام، وقال والذي نفسي بيده لو أصبح موسى بين أظهركم ما وسعه إلا أن يتبعني، ولو تركتموني لضللتم. ولهذا على المسلم هي قاعدة، ماله مال الكتب الفكرية المنحرفة أو بعض الكتب السابقة يأتي بها وعنده القرآن. يعني القرآن يكفيه، ولكن لابد أن يعني أن نؤكد على كلمة أو شيء معين، وهو
أن الإسلام لا يمنع من الابتكار والتجديد، وذكرناها، وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما، ولكن لا يكون هذا في الأشياء الدينية، ولكن الأشياء الدنيوية يأخذها منهم التي لا تخالف القرآن والسنة الحكمة. ضالة المؤمن أينما أو فحيث وجدها فهو أحق بها. هذا في المشكلة الأولى، وهي انحراف بعض الشباب، والانحراف أنواعه أنه انحراف فكري وانحراف سلوكي. والانحراف السلوكي كالمعاملات في المعاملات المالية والفساد والسرقة وأكل الباطل والتشبه بغير المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدة، قال: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. لهذا على المسلم أي يحرص بعدم الاقتداء بالكفرة وتجنب حبهم وموالاتهم. ولماذا؟ لكي نحافظ على الهوية الإسلامية، صبغة الله، يعني دين الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قد يسأل سائل ويقول: طيب الابتكارات والاختراعات هل نستفيد منهم؟ نعم نستفيد منهم، ليست من التشبه بهم في شيء. ولهذا ذكرنا في صفحة 87 اقتراح سلمان الفارسي رضي الله عنه، لما اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم، لما الأحزاب من اليهود والكفار قريش أحاطت بالمدينة، في والله عز وجل يعني ذكر ذلك: الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الآيات هنا لما اجتمع الكفار وخانوا اليهود العهد في السنة الخامسة في غزوة الخندق، أو يسمى غزوة الأحزاب، ماذا فعل سلمان رضي الله عنه؟ اقترح، قال: إن الفرس تصنع مثل هذا إذا حزبه من البأس، يضعون خندق حول المدينة. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاقتراح وأمر أصحابه بحفر الخندق. لهذا نقعد قاعدة أنه لا ينبغي الخلط بين عبادات غير المسلمين وعاداتهم، وبين إنجازاتهم التي فيها مصلحة للمسلمين في حياتهم الدنيوية كالابتكارات والمصالح الأخرى المشابهة. هذا المشكلة الأولى، وهي انحراف بعض الشباب، انحراف بعض الشباب، والانحراف الفكري والانحراف السلوكي. الأمر الآخر، صفحة 87 ذكرنا المشكلة الثانية، وهي من المشكلات الاجتماعية، وهي انتشار وسائل الإعلام المضللة. وسائل الإعلام المضللة كالتلفاز والإنترنت وغيرها من الأشياء الحادثة الآن، هذه تؤثر. يعني من بعض الإحصائيات تقال أن مثلا أكثر من 53% من صناعة أمريكية الأشياء التلفزيونية، فلذلك لهم تأثير في العالم. وهذه الوسائل الإعلامية تقوم بعملية غسل المخ، يعني تغرس قيم منحلة أو قيم الكفار فيشاهدها المسلم حتى تكون له عادة، ويستطيع أن يفعلها دون استحياء من الآخرين. ولهذا تعرض هذه المسلسلات والمشاهد اليومية على المسلمين حتى تتغير أفكارهم وقيمهم وسلوكياتهم.
تحت ستار حرية الرأي، البحث العلمي، النقاش الموضوعي، عندهم لمز وغمز بأهل الدين أو بالإسلام عموما. لذلك في صفحة 88 لما ذكرنا أنه أجرى الدكتور محي الدين عبد الحليم دراسة جادة بحث فيها الآثار السلبية للتلفزيون على مجموعات من الشباب في 6 جامعات مصرية، فتبين له أن السلبيات ترجح على الإيجابيات، السلبيات ترجح على الإيجابيات. قد يقول واحد نعم في فائدة وأنه كذا، ولكن نقول تعال هل في أي الأرجح؟ هذه دراسات من السلبيات أن فيها من التمثيليات لا تقدم ما يفيد، وأيضا تحطم قيم المجتمع الدينية وأخلاقه الفاضلة، وتساعد على الانحراف، وأيضا لا تتناول قضايا المجتمع ومشاكله، المجتمع في وادي وهم في وادي آخر. طيب قد يسأل سائل يقول لماذا زين الناس مقبلة على مشاهدة هذه المسلسلات؟ نقول ليس يعني أنهم مقتنعين بما يشاهدون، وإنما بعضهم يقول لانشغالهم، لأن لإشغال الوقت، انعدام البدائل الأخرى إلى آخره. ولذلك يعني حتى الدراسة التي أجراها الدكتور عبد الرحمن العيسوي على مجموعة من الشباب اللبناني أظهرت النتائج أن الغالبية من هذه العينات، وهي 72 يعتبرون أن ضرر التلفزيون أكثر من نفعه بناء على ما لمسوه يعني من أضرار. طيب ما هو واجبنا يعني تجاه وسائل الإعلام المضللة؟ المراقبة، أن نراقب الله عز وجل، اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، يعني ونربي أنفسنا ونربي أولادنا ونربي ونساعد بعضنا على المراقبة. ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى. نطلب رضوان الله عز وجل على مقاطعة، نطلب رضوان الله إذا قاطعنا هذه الوسائل والتي تشتهر بالانحراف والفساد. واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، تجد السعادة في قلبك. ولهذا الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والله عز وجل يقول إن الأبرار لفي نعيم، ويقول ابن القيم في تفسير هذه الآية يعني الأبرار لفي نعيم، في النعيم في الدنيا، في القبر، في الآخرة. ولذلك إذا رقبنا الله عز وجل وحذرنا الآخرين، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فبإذن الله الإنسان يكون على خير وإلى خير. المراقبة في السر والعلن، نطلب رضوان الله عز وجل، هذا العلاج. الله يراني، أنه دائما نذكر أنفسنا بهذه الأشياء، أن الله يراني، أن الله يشاهدني، أن الله يراقبني، أذكر نفسي وربي الآخرين على ذلك. أيضا البعض يقول أنا طيب وش أسوي، ما عندي أشياء أنشغل فيها. نقول طيب هل أنت خلقت الله خلق لهذه الأشياء ورؤيتها والعبث؟ لا، نقول نظم وقتك، أشغل وقتك بما فيه الجدية والنفع والتي تنفعك في الدنيا والآخرة، مثل قراءة القرآن، قراءة بعض الكتب. ونحن في سنة يعني مثلا جديدة، مثلا وضع يعني أو فصل دراسي، أو نضع لنا أهداف ونعمل بها. فإذا وضعت لك أهداف وخططت لحياتك تجتهد. لذلك يعني في دراسات أن الناجحين دائما الذين يضعون أهداف ويخططون لحياتهم، الأهداف المكتوبة المدروسة، فبإذن الله تنفعك في الدنيا والآخرة. وتراقب نفسك الآن، طبقت هذه كثير من الناس يشتكي من ضيق الوقت، ما عندنا وقت. فنقول تعال أنت الآن لو شغلت وقتك بما يفيد، وضعت لك أهداف أسبوعية وشهرية وفصلية وسنوية، فبإذن الله تبدع
يعني الآية يقول كيف أنا ما الكتاب كبير ما أستطيع قراءته، لو قسمت الكتاب هذا إلى كل 5 صفحات في اليوم أو 10 صفحات تقرأ، ستقرأ بيومين، تقرأ بخمس أيام، 7 أيام قراءة متأنية. الآن العلاج ذكرنا المراقبة لله عز وجل في السر والعلن، تنظيم الأوقات وعدم الانغماس في المسلسلات وعدم تضييع الأوقات فيما لا جدوى فيه. ثالث العلاجات ملء أوقات الفراغ بالأعمال والهوايات المفيدة. مثال قراءة، لو خصصت يوميا 50 صفحة تقرأها، 100 صفحة من الكتب النافعة، الرياضة، نص ساعة المشي، زيارة الأقارب والأصدقاء، حضور بعض المجالس المفيدة، حضور الندوات، المحاضرات، نشاطات، ووضع في الأسبوع أعمال تطوعية تعملها، تشغل نفسك بما يفيد، تشغل نفسك بما يفيد. هذه كلها يعني أعمال يعني مفيدة تعالج يعني هذا الأمر الذي استشرى في المجتمعات، وهو مشاهدة مسلسلات الغير طيبة وغير نافعة. أيضا العلاجات عدم السكوت، عدم السكوت على هذه القنوات والمواقع، بل مناقشة أفكارها وبيان أخطارها للصغار والكبار. إذا حرصنا على ذلك فبإذن الله نعالج هذا الانحراف، وهو انتشار وسائل الإعلام المضللة. المشكلة الثالثة ضعف صلة كثير من الشباب بعلماء الإسلام. خرجت لنا بعض المنظمات المشبوهة والأفكار والخوارج وأفكار الخوارج بسبب بعد الشباب عن العلماء، ظن منهم أنهم يستطيعون تقييم الواقع، ولهذا البعد عن العلماء الأمة الربانيين، وهم منارات الهدى الذين أعطاهم الله عز وجل العلم النافع الذين يعرف به الحلال من الحرام والصواب من الخطأ، هم الحصانة للأفراد في السراء والضراء بعد الله عز وجل. لذلك فضلهم الله عز وجل على غيرهم، فقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لذلك على المسلم والشاب الحرص على صحبة هؤلاء العلماء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. علينا أن نوثق علاقاتنا بعلمائنا، الاستشارة، عرض المشكلات، التعلم منهم، احترامهم، تقدير كلامهم، عدم التحدث في أعراضهم، عدم اتهامهم، الاستماع إلى آرائهم وتوجيهاتهم. بإذن الله يعني تلك الصفات بحق من أهم أسباب الحصانة من الانحراف الفكري والسلوكي. أيضا من أسباب وأبرز عوامل الارتقاء بالأمة، قال الشعبي رحمه الله: صلى زيد بن ثابت رضي الله عنه على جنازة فقربت إليه بغلته ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه، فقال زيد: خلي عنك ابن عم رسول الله، من آل البيت، يعني من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقبل زيد رضي الله عنه يده، يد ابن عباس، وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. هكذا الاحترام، هكذا التقدير، هذا يقدر أهل البيت وهذا يقدر العالم. فالعلاج هو علاج ضعف صلة كثير من الشباب بعلماء الإسلام، أن نكثر من زيارتهم والاتصال بهم والاستماع إلى محاضراتهم، حضور مجالسهم، استشاراتهم. الآن الحمد لله وسائل التقنية تطورت، فعلى المسلم الحريص نشر بعض المقاطع الطيبة من آرائهم عن طريق الإنترنت، عن طريق اليوتيوب، عن طريق الواتساب، وهكذا، وهذا من باب نشر العلم.
فأيضا كيفية التغلب على المشكلات الثلاثة السابقة. الآن ذكرنا من المشكلات الثلاثة السابقة المشكلة الأولى الانحراف، انحراف بعض الشباب، ثانيا انتشار وسائل الإعلام، ثالثها من الأشياء انتشار وسائل الإعلام المضللة، ضعف صلة كثير من الشباب بعلماء الإسلام. العلاج عموما غير العلاج الذي ذكرناه، صفحة 92، تحصين الشباب بالثقافة الإسلامية الواعية، نشر بعض البرامج، يعني لو نذكر بعض النماذج، المواقف التاريخية لرجال وشباب ونساء كانوا في موضع القدوة الصالح سواء من السابق أو من الوقت الحديث، ننشر بعض المواقف التاريخية المشرفة وهم قدوات، وتعريفهم سواء بالمواقع، بالمساجد، بالمجلات، بالجرائد، هؤلاء قدوة لنا. فإذا يعني تحصين الشباب بالثقافة الإسلامية. طيب، الإكثار من ذكر القصص والنماذج والمواقف التاريخية. أيضا حث الشباب والفتيات على الزواج المبكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. رابعا، عدم التهاون مع المتبرجات ومنع الخلوة والمحادثات الفاتنة والاختلاط المحرم في المجالس والمنتديات ونحوها. يعني لا يقول الإنسان: أنا هذه مثل أختي، هذه كذا، هذا كذا. الشيطان حاضر، وأيضا الشيطان يعني الله عز وجل: الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين، عدو مبين. فلذلك على المسلم، عدم التهاون بذلك من الأمور للعلاج لها. أيضا في العلاج هذه المشكلات إنزال العقوبات الشرعية بالمفسدين والمنحرفين والمجرمين. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. المشكلة الرابعة فشو الفواحش الأخلاقية، الزنا، اللواط، القذف، الاختلاط. والتعريف واضح بين أيديكم في صفحة 93: حكم الزنا كبيرة من الكبائر، من أشراط الساعة، أي يرفع العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحكمة من تحريم الزنا كثرة الأمراض الفتاكة، السيلان، الزهري، الإيدز ونحوها، التي قضت على الشباب كثير من المجتمعات بسبب الزنا، ولذلك يسبب أمراض فتاكة تعصف بحياة أفراد المجتمع. أيضا من الأمور اللي حكمة أنه يعني الله عز وجل قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحش، أمر من الله عز وجل، وعلينا أن نأتمر بهذا الأمر. والله عز وجل يقول يعني في الآيات في صفات عباد الله المؤمنين: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الزنا وإن أشبع رغباته الجنسية إلا أنه لا يشبع رغباته النفسية والروحية التي هي من مقاصد الزواج. مقاصد الزواج عظيمة، ومن آياته
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لماذا؟ لتسكنوا إليها. سكن روحي، سكن نفسي، هدوء واطمئنان وراحة. وجعل بينكم مودة ورحمة، حب وود وعطف وحنان. وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يتفكرون بالنعم هذا الزواج، النعم العظيمة عند الله، النعمة عند الزواج. فلذلك على المسلم أن يشكر الله عز وجل أن وفق للزواج. فالزنا يفسد نظام البيت، يقطع العلاقة بين الزوجين. وإن يعني الزنا عملية حيوانية مؤقتة لا تبع وراءها، ولكنه يسبب العزوف عن الزواج ويمجه الطبع السليم وينأى عنها الإنسان السوي الشريف. لذلك حرم الزنا. ومن علامات الساعة ظهور الزنا وتنظيم الزنا وبيوت الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك على المسلم أن يحرص مثل ما ذكرنا في العلاجات، يعني أنه الزواج المبكر، وحث الزواج والشباب والفتيات على الزواج المبكر، فيه الخير وفيه السعادة. لماذا؟ لتحصينهم ضد الإغراءات والمفاسد. وعلينا أن نيسر على القادة، القادة وعلى الحكمة في المجتمع تيسير أسباب الزواج وتقليل المهور ونفقاته، فبإذن الله يكون الخير في المجتمع، يكثر التحصين. أيضا من الأمور التي ينبغي لنا أن نحرص على تجنبها وحث الشباب على تجنبها، وهو ما يسمى اللواط، وهي مشكلة من المشكلات، وهي فشو الفواحش الأخلاقية، ومنها اللواط. وذكر المؤلف في صفحة 95 من الكتاب معنا أنه اتيان الذكر الذكر في دبره. ومن اللوطية اتيان الرجل زوجته في دبرها، فمن أتى الدبر فقد اعتدى واستحق العقوبة الرادعة، يعني هي فعلة قذرة. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. من وجدتموه يعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. الإجماع الأمة على تحريمه. والحكمة من تحريم اللواط لأنه يسبب فساد الدين والخلق والفطرة، ولهذا كان عقاب مرتكبيها مناسبا لبشاعة فعلهم، فقيل أنه يرمى من أعلى شاهق، وقيل يقتل بالسيف. ولذلك الله عز وجل خسف بهم الأرض وأمطر عليهم الحجارة، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هنا في صفحة 96 أخطار والأضرار المترتبة على فعل اللواط: مقت الله سبحانه وتعالى ولعنته، يعني غضب المقت، فلما آسفونا انتقمنا منهم. المقت والغضب واللعن والطرد، فلمن يفعل مثل هذه الفعلة يسبب هذا الفعل انصراف الرجل عن المرأة وتتعطل وظيفة الزواج وإنجاب الأولاد. وقد قال قوم لوط له عندما عرض عليهم نكاح بناته وترك أضيافه
قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. نسأل الله السلام والعافية. أيضا مثل ما يسبب الزنا الأمراض وانتشاره يسبب كذلك اللواط الأمراض. أيضا هو فساد أخلاقي ويسبب للإنسان يعني موت الضمير، فلا يتحرج من ارتكاب الجرائم والاعتداء على الأعراض واختطاف الضحايا وإن كانوا صغارا. هذا يعني الحكمة من وقد كتب كلام جميل ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء لما عرضت عليه هذه المشكلة. يعني ماذا فعل؟ ألف كتابا من 200 صفحة. في علاج هذه المشكلة الكبيرة، القذف أيضا من أهم المشكلات الاجتماعية. القذف، ما هو تعريف القذف؟ هو رمي الغير ذكرا كان أو أنثى بالزنا في معرض التعيير أو حال رفض النسب مما يوجب الحد. يعني الآن القذف هو رمي الغير ذكرا كان أو أنثى بالزنا، زاني أو يبن كذا، فيرميه بكلام سيء أو يرمي والدته أو والده ومن باب التعيير، أو حال رفض النسب يقول هذا مو بولدي هذا من الزنا، فهذا يوجب الحد إذا كان لم يثبت ذلك. والله عز وجل قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الله عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات التي تهلك صاحبها. قال يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فالإجماع أيضا على تحريم القذف، والحكمة من تحريم القذف تقدم الكلام على الحكمة من تحريم الزنا واللواط، وإضافة أيضا هنا أنه لبشاعة هذه الجرائم وهي الزنا واللواط فتهمة بها شنيعة حتى تحمل أعراض حماية الأعراض وصونها عن التهم والطعون. الإنسان يعني عرضه هو أعظم شيء، فإذا قذف في ذلك سقط من أعين الناس، فمن اتهمه بذلك عليه أن يثبت أو عليه الجلد حتى يتطهر من التهمة التي رمي بها. المحافظة على سمعة الإنسان وصيانة كرامته حتى نمنع ضعاف النفوس من إشاعة الفاحشة في الأبرياء الغافلين. المحافظة على مشاعر الأسرة عموما والعمل على تماسكها، وبالتالي يعود على تماسك أفراد المجتمع عموما. البعض يتهم ويقذف هذا راعي كذا وهذا راعي كذا وهذا راعي كذا ولا يتقي الله عز وجل، يعلم أنه محاسب على ما يقول. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعلى الإنسان يمسك لسانه، والله عز وجل يقول الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه
واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ما هي العقوبة والمخاطر المترتبة على القذف؟ لها آثار عظيمة، يعني رتب الله عز وجل على عقوبة يعني تناسب هذا الفعل، وهو جلد القاذف 80 جلدة، ووصفه بالفاسق، وعدم قبول شهادته. ما هي العقوبة المترتبة على القاذف أو الذي يقذف؟ جلده 80 جلدة، نصفه بالفاسق، عدم قبول شهادته، لأنه يعني عقوبة تناسب هذا الاتهام بلا دليل. كيف تقذف الآخرين بهذه التهم؟ فمخاطر القذف يؤدي إلى لحوق العار والمعرة بالمقذوف ومن يقربهما، ويؤدي إلى التشكيك في نسب الأولاد، ويتسبب في تفكك الأسر وانهيارها بل يؤدي إلى الأحقاد، وأحيانا إلى المشاجرات وسفك الدماء، ويعني ويجعل في القلوب شيء عظيم على البعض. فلذلك على الإنسان يحمي نفسه ويمسك لسانه وعدم الافتراء على الآخرين. المجتمع لابد يكون مصان من هذا الكلام السيء. فلذلك الحكمة حماية الأعراب وصونها عن التهم والطعون. الآن ننتقل إلى الأمر الرابع في هذا الأمر، وهو الاختلاط. ما هو الاختلاط؟ نسمع دائما كلمة الاختلاط، هل وردت في القرآن؟ هل وردت في السنة؟ لا، لم ترد في القرآن ولا في السنة، ولكن بالتتبع والاستقراء يعني نقول هو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم من غير حاجة مشروعة، وذلك كالاختلاط في الحفلات العامة والمناسبات، المنتديات، أو حال استقبال الزوار، أو في ميدان العمل، أو المدارس، أو الجامعات. يعني أنا أقرأ إحصائيات كبيرة يعني تحدث في بعض البلاد الغرب، يعني من الفواحش أو مثلا التعرض لهن للنساء والتحرش فيهن، ممكن بعضهم ما يتكلم وبعضهم يتكلم وسبب مشاكل. فهذا عند الغرب، وبارك عند المسلمين الذين يريدون اتباعه. فلذلك علينا أن نجتنب يعني الاختلاط لما فيه من مخاطر وأضرار. ومن أدلة النهي، ما هي أدلة النهي على الاختلاط المحرم؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الشاهد وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. فهي فتنة، فلذلك قول صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، شرها أولها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ما المراد بهذا الحديث؟ يقول الإمام النووي صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال. الآن المعمول فيه مساجدنا أن الآن ما فيه اختلاط، لأن في الميكروفونات توصل الصوت إلى مصلى النساء. قديما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عهد قريب كانوا يصلون الرجال والنساء، فالرجال أمام والنساء في الخلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، يعني فهن كالرجال. أما إذا يعني قبل النووي أما إذا صلينا متميزات لا مع الرجال، يعني مثل الآن في مصلى النساء، فهن كالرجال خير صفوفهن أولها وشرها آخرها. لماذا الحديث خير صفوف الرجال أولها؟ حتى يتقدم الرجال إلى مقدمة الصف،
وإلى الصفوف الأولى، وشرها آخرها الذين يتأخرون عن التقدم، وخير صفوف النساء آخرها إذا كانوا في مسجد واحد، يعني ما هم مثل الآن المعمول به عزل مصلى النساء، لا، أما إذا كان انعزلوا في مصلى لوحدهن فيكون الحديث خير صفوفهن، خير صفوف النساء أولها إذا كانوا منعزلات مثل ما يقول الإمام متميزات، وشرها آخرها. طيب، ما الحكمة من تحريم الاختلاط؟ سد باب الفتنة، منع وقوع الفواحش من تبرج وعري وزنا ونحوها، فاختلاط الرجال بالنساء يسبب الفتن، يسبب الفواحش. أيضا حفظ الأعراض، حفظ الأعراض، هناك يكون حياء، فاختلاط النساء المباشر مع الرجال يقلل من الحياء. أيضا تحقيق الطمأنينة، المحافظة على السلامة العقلية والنفسية والصحية، أيضا المحافظة على تماسك الأسرة وحفظها من الشكوك. الأخطار المترتبة على الاختلاط منها ما يأتي. الآن ذكرنا الحكمة من تحريم الاختلاط، هنا لا، ما هي الأخطار المترتبة على الاختلاط؟ فساد الأخلاق وإماتة الضمائر وقتل الغيرة لدى الناس، الأخطار المترتبة على الاختلاط إذا صار هناك اختلاط. الآن نحاول المنع، زين، طيب إذا وضع وقع الاختلاط يفسد الأخلاق في العادة، يعني في الغالب قتل الغيرة لدى الناس، ظهور الفواحش من تبرج وعري وزنا، إذ يكون كل جنس حريصا على أن يظهر في أعين الجنس الآخر بأجمل مظهر وأحسن لباس، ويؤدي هذا التسابق إلى وجود الفجور والزنا. ثالثها تدمير الأسرة، وبالتالي تفكك المجتمع وسقوطه، وحلول القلق والتوتر والأمراض النفسية والعصبية. أيضا من المشاكل المخدرات والمسكرات والدخان، المخدرات والمسكرات والدخان، يعني هذه من المشاكل الاجتماعية. تعريف المخدرات: مخدرة من الخدر، وهو الكسل والفتور والستر، يعني اصطلاحا ما يغيب العقل والحواس، ما يغيب العقل والحواس دون أن يصحب ذلك نشوة، يعني تجد صاحب المخدرات يغيب عقله عن المحيط الذي حوله. أيضا كل مادة تؤثر على الجهاز العصبي بدرجة تضعف وظيفته أو تفقدها بصفة مؤقتة، مثل الحشيش من نوع المخدرات، الحشيش، الهيروين، الكوكاكين، الأفيون، القات، البنج، جوزة الطيب، كل هذه من الأنواع. فكل مادة تؤثر على الجهاز العصبي بدرجة تضعف وظيفته أو تفقدها بصفة مؤقتة. المسكرات هو ما يغيب العقل مع شعوره بنشوة، هناك لا، المخدرات يغيب العقل بدون نشوة، هنا لا، مع نشوة، وميل إلى البطش والانتقام. من أنواعه البيرة، النبيذ، الويسكي وغيره من الكحوليات. هل المخدرات والمسكرات شيء واحد أو لا؟ يبدو أن هناك بعض الفروق، يبدو من التعريف أن هناك فرقا بينهما من حيث التعريف الوصفي، وعلى كل حال أنهما يشتركون في تخدير العقل وإحداث فتور عام في البدن، مما يترتب على ذلك بعض الجرائم والجنايات. فالبعض يقول أنهم بينهما فرق، فذهب القرافي وهو إلى أن متناول المخدرات غالبا تغيب
معه الحواس كالبصر والسمع واللمس والشم، أما المسكرات فلا تغيب مع متناولها غالبا، فحواسه معه. ولهذا المخدرات تختلف عند البعض، البعض يقول ليس هناك فرق، والبعض يقول هناك فرق. وعلى كل حال تشتركان في تخدير العقل وإحداث فتور عام في البدن مع وجود تخيلات فاسدة وأفكار غير حقيقية، وبناء على ذلك تلحق المخدرات بالمسكرات لاشتراكهما في علة تحريم المسكر. ما حكم المخدرات والمسكرات؟ محرمة ويحرم التجار بها، ونحن في السعودية الآن يسجن وقد يصل إلى قتله تعزيرا صاحب الذي يهرب المخدرات. والله عز وجل: الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وسئل أبي موسى وسأل أبو موسى الأشعري رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بعثه إلى اليمن عن شراب هناك، فقال: إن شرابا يصنع بأرضنا يقال المزر من الشعير، وشراب له يقال البتع من العسل. فقال: كل مسكر حرام. هذه قاعدة، أي شراب يعني يسبب الإسكار فهو حرام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، فالذي يسبب الفتور للجسد فهو مثل القات فهو محرم. والمخدرات اتفق العلماء قديما وحديثا على تحريمها، ومنها الحشيش، ومنها الحشيش. هذه من المشكلات. الحكمة يعني من تحريم المخدرات والمسكرات حفظ الكليات الخمس: الدين والعقل والعرض والمال، والتي جاء الشرع بحفظها. أيضا حفظ كرامة الإنسان والمحافظة على المنزل التي تليق بإنسانيته، حتى لا يقع في أشياء فيها يعني صخف ويبدأ يفعل أشياء غير طيبة. ولذلك يحفظ الإنسان، وقد كرمنا بني آدم، وعلى الإنسان أن يحفظ عقله ولا يزيل عقله بهذه المسكرات المخدرات. حفظ الأسرة عن التفكك والضياع من أخطارها. هناك أضرار دينية وأضرار اجتماعية وأضرار صحية وأضرار اقتصادية. من الأضرار الدينية أنه يصد عن ذكر الله عز وجل، تجد صاحب المخدرات والمسكرات يبتعد عن ذكر الله عز وجل، وهو الإنسان ما خلق إلا لعبادة الله عز وجل. أضرار اجتماعية، يوقع العداوة والبغضاء والتدابر والتقاطع بين أفراد الأسرة، ويؤدي للطلاق والتفكك الأسرة وتشرد. كم وقعنا على بعض الحوادث، تجد الإنسان وهو قائم ولا جالس يبدأ يطلق 100 تطليقة أو 1000 تطليقة، لأنه مو بعقله، وهو يضرب وقد يفعل بعض الأشياء الغير طيبة في بيته. فهناك يذهب بعض الأبناء أو الزوجات بسبب أن هذا الأب يعني كان صاحب مخدرات ومسكرات، فهو ليس بعقله فيقتل ويضرب. فله أضرار اجتماعية، يؤدي العداوة والبغضاء والتقاطع، يؤدي لكثرة الحوادث المؤلمة، يؤدي للطلاق. أيضا هناك أضرار صحية في صفحة 104 ذكرها، وهي كثيرة جدا، مثل التسمم الكحولي وضمور المخ والنبوءات الدماغية والتهاب الأعصاب والتهاب البلعوم، فقدان الشهية، التهابات الأمعاء، تضخم الطحال، ونقص المناعة. وهناك كتب تتناول هذا الرجوع لها من أراد الاستزادة. هناك أضرار اقتصادية، ضعف جسم الإنسان، فيسبب ضعف الإنتاج، يسبب ذلك إلى ضعف الإنتاج وابتزاز الأموال ونهب ثروة الأمة. تجد أن المخدر يحاولون، خاصة في بلادنا، أنهم يدخلون المخدرات حتى يسيطرون على الشباب ويسيطرون على الأمة ماديا ومعنويا.
أيضا كثرة نفقات علاج المدمنين، يعني الإنسان الوقاية خير من العلاج، يبتعد عن هذا وحتى لا تضيف على الدولة أعباء كثيرة بسبب هذا، بسبب يعني إدمان المخدرات والمسكرات. ذهاب بركة الأموال وزوال النعم وحلول النقم بالأمة أفرادا وجماعات، هذه كلها من الأضرار اللي يعني يسببها المخدرات والمسكرات. يعني ثالثا من الأمور الدخان والتبغ. يعني الآن تحدثنا عن المخدرات والمسكرات، الآن ننتقل إلى الدخان أو التبغ. وهو ما تعريف الدخان؟ هو نبات حشيش مخدر مر الطعم مشتمل على النيكوتين السام بنوعيه. يعني الدخان هذا مصيبة من المصائب. يعني أنا قرأت يعني أن قطرتين من النيكوتين لو قطرت في كلب لمات، وأيضا من الأبحاث أن 5 قطرات من النيكوتين لو مباشرة يعني غير مخففة وضعت في جمل لقتلت. يعني هو حشيش مخدر مر الطعم يشتمل على النيكوتين السام، فإذا عرفنا ذلك فهو حكمه واضح حرام لتحقق الضرر على الدين والبدن والمال. من الأدلة على تحريمه الله عز وجل يقول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يعني ما من عاقل يقول أن الدخان ليس خبيثا مستقذرا طعما ورائحة، فهو من المحرمات. والدخان ليس خبيثا، يعني الدخان خبيث ومستقذر الطعم والرائحة. فما عاقل يقول أنه ليس يعني خبيث مستقذر، بل هو خبيث ومستقذر، وعلى الإنسان يعني اجتناب الدخان. ولذلك الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. تقدم في المخدرات أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، والدخان على أقل تقدير أنه من المفترات فضلا عن على أنه ضار. والله عز وجل يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال الله عز وجل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يعني ولا يخفى على الإنسان أن الإسراف والتبذير هو أن تنفق المال وإن قل في غير حقه. ما معنى التبذير؟ ما معنى الإسراف؟ تنفق المال وإن قل في غير حقه. والدخان من هذا القبيل. يعني ما الفائدة لو 10 ريال أو 8 ريال أو من 5 إلى 10؟ يعني يسبب مشاكل، يسبب يعني لو أن الإنسان ينفقها على أولاده أو يدخرها صدقات له في لأخرى لكان أفضل. ولذلك حرم. هنا شبهة وردها. الشبهة اللي يقول قال ليس كل ما في ما ذكر هنا وغيره دليل صريح يقضي بتحريم الدخان. فالجواب يعني يقول ما هو موجود لفظ الدخان، لا ما قيل انه يعني محرم بلفظه، يعني بلفظ الدخان. نقول من باب القياس، والدخان يقاس على غير المخدرات وتندرج تحت كليات عامة وقواعد شرعية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فما الحكمة من تحريم الدخان؟ الحكمة من تحريم الدخان يعني فيه ضرر ويشتمل على كثير من الأضرار الدينية والنفسية والبدنية. والله عز وجل يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب
المسرفين. والدخان يعني فيه أضرار دينية، يعني الآن من المقالات اللي قرأناها في الصحف السيارة أنها يعني أكثر من 50 حالة في السعودية أو أكثر في بعض المحاكم رفعت قضايا خلع بعض النساء على أزواجهن بسبب رائحة الدخان المؤذية المزعجة من قبل الزوج، فتتأذى الزوجة برائحة الدخان. والنبي صلى الله عليه وسلم لو رجعنا إلى هديه نجد عليه الصلاة والسلام رائحته طيبة، وكان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك عليه الصلاة والسلام، وكان صاحب طيب وعطر. فالإنسان عليه أن يحرص على أن تكون رائحته جميلة وطيبة، وأيضا تنظيم فمه. فالدخان يسبب الروائح الكريهة المؤذية، ويصد الإنسان عن حضور كثير من مجالس الذكر لبشاعة رائحته في المسجد وعلى المصلين الآخرين، وأيضا يثقل يعني يثقل على صاحبه أنه يصوم، لأنه يقول أوه أترك الدخان 10 ساعات، فيسبب له صد عن الصيام. ولهذا يقول الشيخ عبد الله بن جبرين في كتابه لعل ذلك حدث بسبب عمى القلب الحسي والمعنوي. أما أضراره الخلقية والاجتماعية دائما نجدهم أنهم مدخنين سيء الأخلاق، قلة الصبر، يغضب لأتفه الأسباب، خاصة إذا نفد ما عنده يعني من الدخان. يعني أنا أعجبني يعني في الحج مرة من المرات أحدهم يقول أبغى واحد يقول لآخر أعطني سيجارة، ويعلم أن هذاك يدخن، فقال لا نعم الإثم علي يكفيني، أما بعد أيضا أساعد الآخرين على التدخين لا. فأعجبني أنه الإنسان نعم يعصي الله عز وجل، ولكن لا بعد يدل الآخرين على المعصية فيكون إثمين عليه أو وزرين. فالإنسان يعني يحاول أن يتجنب أنه يساعد الآخرين على هذا المعصية وأيضا أو الدلالة عليها، بالعكس يحاول هو أن يستر على نفسه، ويحاول كذلك يعني يعالج نفسه. والآن العيادات المتوفرة لله الحمد ومن مؤسسات مكافحة التدخين ب4 مجالس أو 5 مجالس يعالج نفسه، وهي يحتاج لها إلى صبر وقوة إرادة. والله عز يعني يقول والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لنهدينهم، بس جاهد لابد من المجاهدة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآن لو انتقلنا إلى صفحة 107 مما يدل على خطر الدخان في الحاشية رقم 2 مما يدل على خطر الدخان أنه يقتل سنويا 4 ملايين شخص 4 ملايين شخص، وتقدر منظمة الصحة العالمية أن يصل العدد إلى 10 ملايين شخص بحلول عام 2020، و70% من هذه الوفيات هم من الدول النامية، هذا بالإضافة إلى مئات الملايين الذين يصابون بأمراض مختلفة بسبب الدخان. يعني هذه نضعنا تحتها خط 70% من الوفيات من الدول النامية، يعني في عام 2020 10 ملايين يقتلون بسبب الدخان. أيضا رقم 3 في الحاشية تفيد الإحصائيات أن ثمن التبغ المستهلك عالميا يصل إلى 300 مليون دولار، وأن الخسائر الناتجة عن التدخين بسبب الأمراض والتغيب عن العمل والحرائق تصل إلى التريليونات من الدولارات سنويا. هذه واضحة كثيرا، يعني ما يحتاج لها يعني إلى شدة بيان أو إلى إيضاح أكثر من ذلك. فالأضرار الصحية مؤلمة وقاتلة، يعني سمومه سموم الدخان
وتعفنه كلها تصب في نفس المدخن وبدنه، فيصاب بسرطان الحنجرة، سرطان القصبات، وسرطان المعدة، تصلب الشرايين. هذه كلها من الأضرار الصحية، وهناك أضرار اجتماعية، وهناك أضرار اقتصادية، وهناك أضرار دينية، وكلها أضرار كثيرة. فالمدخن بسبب هذا يعني المفروض أن يؤمن ثمن العلاج لأولاده أو ثمن النفقة لأولاده، فهو يعني في بعض البلاد يجد نفسه يذهب إلى شراء هذه ثمن السجائر ويترك أولاده، وهذا يسبب مشاكل اقتصادية واجتماعية. في صفحة 108 الرشوة، وهي في اللغة مأخوذة من الرشاء، مأخوذة من الرشاء، وهو حبل الدلو الذي يتوصل به إلى أخذ الماء من البئر أو من رشا الفرخ إذا مد رأسه إلى أمه لتزقه، أي تطعمه. هذا في التعريف الرشوة، تعريف الرشوة، لا وهنا مكتوب بالكسر، شدة تحتها الكسرة فهي الرشوة. فإذا قلنا ما معنى الرشوة، فمأخوذة من الرشاء، وهو حبل الدلو الذي يتوصل به إلى أخذ الماء من البئر أو من رشا الفرخ إذا مد رأسه إلى أمه لتزقه أي تطعمه. وتعريفه في الاصطلاح هو ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره، يعني الحاكم مقصود به قاضي أو الحاكم، لإبطال حق أو لإحقاق باطل. فما حكم الرشوة؟ هي محرمة وتعد من كبائر الذنوب على الآخذ والمعطي والوسيط بينهما. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه من المشاكل الاجتماعية الآن الرشوة، وهي انتشارها سبب يعني ضعف المجتمع وهدم للمجتمع. وهي محرمة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. وقال الله عز وجل سماعون للكذب أكالون للسحت، هذه السحت، فهم السحت. ما معنى السحت؟ يقول ابن سيرين هي الرشوة في الحكم، يعني إذا ذهب إلى تحاكمان يعطي أحدهما المال إلى هذا القاضي فيحكم له. فما معنى السحت؟ هو الرشوة، الرشوة في الحكم، الرشوة في الحكم. وأما من السنة لعنه السلام الراشي والمرتشي، الراشي والمرتشي، هو ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره لإبطال حق أو لإحقاق باطل. وهنا إجماع يعني واتفاق من أهل العلم لتحريم 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 الرشوة بسبب هذه الأحاديث. أما الهدية فهي ما يعطى من غير طلب أو شرط للأقرباء والأصدقاء والصلحاء ومن يحسن الظن بهم، وذلك بقصد إظهار المودة وحصول الألفة والثواب. ما معنى الهدية؟ هي ما يعطى من غير طلب أو شرط للأقرباء والأصدقاء والصلحاء من يحسن الظن بهم. وهذه النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا، من أسباب المحبة. ولو يعني الآن الإنسان نشرنا هذه السنة في مجتمعاتنا، البعض يظن لابد أن يأتي بهدية كبيرة، حتى لا لا، لو شيء بسيط، عود مسواك، عود من أراك أو مسواك أو سواك أو مثلا عطر
أو مثلا أي شيء بسيط، فتنمي عن المحبة بين الناس. فهذه النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، من أسباب المحبة الهدية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، كان يقبل الهدية ويثيب عليها. فما الفرق بين الرشوة والهدية؟ ما الفرق بين الرشوة والهدية؟ صفحة 109. الرشوة محرمة، الهدية مستحبة. الرشوة محرمة باتفاق أهل العلم، والهدية مستحبة باتفاق أهل العلم. الرشوة ما يعطيه بشرط أن يعينه، والهدية لا شرط معها. يعني هاي الرشوة يعني بيعطيها يقول بس عشان كذا لله، لا، عشان يعينه على أخذ هذا الباطل أو إحقاق باطل أو إبطال حق، فيعطيها بشرط أن يعينه. فإذا لم يعينه ما أعطى الهدية، لا شرط، يعطيها لله في الله. الرشوة ما أخذت طلبا، والهدية ما بذلت عفوا. وقد تطلب ولكن لا، ولكن تقابل بمثلها أو أحسن منها. وهذا يجدر التنبيه على أن الأصل في الهدية أنها مشروعة، بيد أنها قد تكون منهي عنها سدا للذريعة، ويقتضي عدم قبولها من قبل القضاة والولاة ومن في حكمهم، والتعفف عنها خشية الوقوع في الحرام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل جلست في بيت أبيك أو بيت أمك، فينظر أيهدى لك أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة له خوار أو شاة تعير. ثم رفع يده حتى رأينا عفرة أبطيه وقال اللهم بلغت اللهم بلغت. ولذلك امتنع عمر بن عبد العزيز عن قبول تفاح أهدي له مع رغبته الشديدة فيه، فقيل له ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية؟ فقالت كانت الهدية في سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، واليوم هي رشوة. فهي رشوة. ما هي مضار الرشوة وأثرها في إفساد العلاقات الاجتماعية؟ لها مضار الرشوة، يعني إهدار القيم الإسلامية العليا كالعدل وإفساد حياة الأفراد، تولية الوظائف العامة والمراكز المهمة في الدولة لغير مستحقيها، انتشار الحقد، أكل الأموال الباطل، هذه كلها يعني من أمضار الرشوة. اهديار القيم الإسلامية كالعدل، فينتشر الظلم، تجد الإنسان عنده واسطة، عنده مثلا مال، فيعطي الرشوة فيأخذ حق الناس بالباطل. ولذلك تضطرب أنظمة الناس بسبب هذه الرشوة. يتولى الوظيفة العامة والمراكز المهمة في الدولة لغير مستحقيها، وينتشر الحقد بين الناس، واستيلاء الخوف واليأس على قلوب الضعفاء الذين ما عندهم قدرة على إعطاء الأموال، ولا يستطيعون الحصول على المناصب أو الوصول لأصحاب المناصب لاستخلاص حقوقهم. الأمر الثالث أكل المال بالباطل، وانحصار المصالح ورؤوس الأموال لدى فئة معينة من الناس. رابعا الإعانة على ضياع حقوق من لا يقدر على الرشوة لصالح الذي تعود ألا ينجز الحقوق بالرشوة. يعني هنا يعني لو نسأل سؤال المراجعة، ما هو القذف؟ نريد يعني الإجابة.
يشارك معنا ما هو القذف. هو موجود في صفحة 97 لمن مع الكتاب. أحسنت. رمي الغير ذكرا أو أنثى بالزنا للتعيير. لو قلنا مثلا ما حكمة تحريم الاختلاط، ما حكمة تحريم الاختلاط؟ نسمع دائما الخطبة والمحاضرين الاختلاط الاختلاط، ما هي الحكمة من تحريم الاختلاط؟ من يعطينا بعض الفرق؟ سد باب الفتنة. أحسنت. من الحكم سد يعني هناك استراحة لمدة 10 دقائق لأداء الصلاة، ثم بعد ذلك إن شاء الله نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. المجال مفتوح الآن للسؤال، يعني قبل ما تكون هناك أسئلة، سيكون إن شاء الله خلال يومين أو أقل ننزل لكم المحتوى حق الاختبار الفصلي إن شاء الله. تفضلوا. السلام ورحمة الله. هلا والله سيد أحمد، تفضل. ان شاء الله بينزل لكم المقرر باذن الله. كامل. احنا نبغى على كل زي ما سوينا الدكاتره معنا المحاضره بالملخص كامل بكل بداياته وتحته مجموعه من الاسئله. جميل. وانا ايضا من اراد المساعده من الطالب الطلاب والطالبات ارسال اسئله على الايميل لا امانع، انا يكون هناك إن شاء الله تلخيص من بعض الطلاب والطالبات من باب المشاركة جزاكم الله خير، نشرها للطلاب عموما. جزاكم الله خير. نتمنى أسئلتك مشان نعرف طريقة الاختبار النهائي بالنسبة لك، الأسئلة اللي أنت نوعيتها اللي أنت تركز عليها سألنا كثير. لا، بتكون الأسئلة عبارة عن صح وخطأ واختيار متعدد إن شاء الله. حياكم. اللي ما واضح عنده الصوت ممكن يرسل لي رسالة
ونجاوب عليها. والكتاب اللي معنا مثل ما اتفقنا من البداية هو الإسلام وبناء المجتمع، هو الكتاب المقرر موجود، من أراد يعني موجود أيضا حتى في جوجل. أنا رديت على بعض الطلاب والطالبات قالوا وين نلقاه، قلت موجود لو كتبت الإسلام وبناء المجتمع النظام الاجتماعي موجود على الوورد، ممكن الإنسان يقرأه عن طريق الوورد أو يشتري كتاب، وإن شاء الله بإذن الله يعني أحاول أن أنزله لكم إن شاء الله على PDF وبلاك البورد تطلعون عليه. أيوة تفضل. سلام حياكم الله. وش الفرق بين المحتوى؟ هذا الكتاب يعني بكرة إن شاء الله وبعده ينزل، هذا عرض باوربوينت، هذا ملخص للكتاب، ولكن الكتاب اللي أو المقرر اللي بيجي معكم في الاختبار بيكون إن شاء الله أوضح لكم إن شاء الله عن طريق الرسالة. سلام عليكم. سلام الله. تصنيف المحتوى بينزل، هذا هو، هذا الكتاب معكم إن شاء الله. الاختبار الفصلي بيكون إلى صفحة 111، إلى صفحة 111 إن شاء الله. أبشر إن شاء الله. يا سلام الله. نفس الشيء، نفس النهائي بيكون عن طريق اختيار متعدد أو صواب وخطأ، وتكون إن شاء الله بإذن الله الأسئلة سهلة نفس الشرح، يعني إن شاء الله كل شيء واضح. لا ان شاء الله برسل لكم رسالة تعرفون ان شاء الله وش الاختبار المهي، هو نفس الكتاب لو معت الكتاب، او ان شاء الله المحتوى بنزله لكم يعني المقرر الاختبار. لا هو نفس الكتاب، لا هو نفس الكتاب بس بتصير نسخة إلكترونية بس، ولا هو نفس الكتاب هو إيه، يعني أنت لو اشتريت من الكتاب أو الناس تبين تطبعينه من الكمبيوتر نفس الشيء، إذا أنت ما اشتريتيه على أنت شريته كنت تتابعين معي في الشرح ييسر عليك، ولا بينزل لك إن شاء الله بعدين في أنزله لكم إن شاء الله نسخة إلكترونية، مهم الكتاب. أيوة صح، هو ملخص للكلام المحتوى هذا الموجود معه. هو ملخص اللي أنا الحين عارضه لكم على الشاشة، هو ملخص ما هو بكامل، اللي بينزل لكم بيجيكم رسالة فيه إن شاء الله بيكون هو من الكتاب، هي نسخة إلكترونية ولكن بتكون محددة إن شاء الله. فلذلك اللي بيشتري الكتاب طيب جدا لأنه بيتابع معي الشرح وبيسهل عليه القراءة ودخول الاختبار، فإن شاء الله خلال يومين بإذن الله بتشوفون إن شاء الله رسالة لكم جايتكم بإذن الله. شكرا، نكتفي كذا. آخر سؤال. أيوه تفضل. السلام عليكم. سلام كان عندنا الواجب اللي هو الواجب الثاني بس بدأت الواجب الواجب الثاني.
هل برضو المدنيات الكويتيين برضو ما حيكونوا توفر علينا؟ حاولت ثلاث محاولات او ما حاولنا ولا نحاول، يعني جينا احنا عايش الجدوى زين الحين بدينا نوصل مع انه حاطين التاريخ مسدود في جميع وجبات المواد المفروض انه يكون بتاريخ اليوم الاحد. طيب دخلت اليوم؟ لا ما دخلت. ادخلي الحين شوفي، ادخلي شوفي شغال الحين. اي ان شاء الله باذن الله الان شغال، لان كلمونا وقالوا شغال. ادخلي شوفي ان شاء الله. نعم اي نعم الان شغال، ادخلي شوفي واعطني خبر الان انا على الموضوع. مفتوح الحين صح؟ مفتوح. مشكور صديقك. الله يعافيكم. يا هلا وسهلا، اتمنى لكم ان شاء الله الاختبار يكون سهل وميسر ونفس الشرح، ما في شيء زياده ولا ناتب شيء خارجي، كل الاشياء ان شاء الله واضحه. تفضلوا. هلا سيد احمد حياك الله. هذا الشيء الموضوع اللي دارينك أدلت فيه قبل شوي. نعم. بالنسبة أنا ترى أن إحنا ركزنا منذ الصغر من توعية أبنائنا وأطفالنا في المدارس، هذا الكلام يتكرر ودائما يقول أن ينظر فيه، لكن التطبيق للأسف قليل من الصعب. وأنا أولهم أساس أكون بعد صادق معك. نعم. ولكن التوعية مبكر مي أساس كل شيء. الآن بعض المدارس أي معك أسمعك. المدارس الآن تصبح عن مدارس أول. نعم. سواء المنهج سواء المدرسين مع احترام الجميع، سواء المعايير التي تنحط للمدرسين اليوم كلهم شطر مدرس. نعم. المعايير اللي حاتيجي للمدرسين نفسها يعني ما هي مع احترام الجميع بالكفاءة اللي كنا نشوفها بالسابق ونسمع أبانا يتكلم عنها. العدد المدرس داخل مع المدرس مع طالب وطالب داخل مع المدرس في إهمال كبير في الناحية هذه. صح. والآن لو عملنا تكلفة التوعية مبكر أقل بكثير من التوعية على الكبار، يعني الحين لما يصير واحد كبير وين تروح؟ وين تصبح من حالة؟ وين تصبح من مشاكل هو فيها؟ أتكلم أكثر ما هي توعية مبكرة. جميل. كلام جميل، مداخلة رائعة سيد أحمد، وأشكرك صراحة على حرصك وغيرتك الغيرة. هذا دكتور نحن حابين نستفيد، لأن احنا خايفين على مجتمع سواء أنا وإخواني وأخواتي معنا، كلنا حنكون بعيد من المجتمع بعد فترة بسيطة، والآن بدنا نكون بعيد، ولكن احنا نبدأ من أنفسنا. وأنا والله مقصر، يعني ما يعني يقول أحد قاعد يتكسر، أنا والله مقصر، لكن احنا نبدأ من أنفسنا. أحسنت. والمدارس هذه يعني أنا من مرحلة يا دكتور للأسف احنا نهملها. نعم. يعني الطفل الآن يخش المدرسة ما قاعد بدينا يروح شيء على ولده الصغير، قليل ساعة بسيطة، أو شيء من المدير من المدرس يدرس ولدي منه اللي ما في اهتمام معنا. جميل. أنا ولذلك حنا دراستنا لهذا الموضوع مهم جدا، ولو يعني أشكرك أستاذ أحمد على المداخلة ويعني وحرصك، وأنا أقولك لو الآن قرأنا والإحصائيات حفظنا بعض الإحصائيات اللي ذكرتها في الشرح ونشرناها في المجتمع، هذا بداية الوعي، هذا بداية الوعي. أيضا لا ننسى الدعاء لأبنائنا وبناتنا، أيضا الحرص على يعني يكونوا يعني مع صحبة طيبة، فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الصحبة الطيبة، ولذلك يقال الطباع سراقة، إذا أنت مع ناس طيبين تسرق منهم الطبع الطيب، وإذا كانت مع ناس سيئين تسرق منهم الأطباع السيئة. وأشكرك سيد أحمد مرة ثانية، أبيض الله وجيكم، أسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأشكر الجميع حسن الاستماع، وإن شاء الله يكون اختبار سهل وميسر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.